بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل معكم جلستنا الحوارية. معنا في هذه الجلسة الأستاذ حسام الثني، كاتب وباحث في مجال السياسات الثقافية ورئيس مجلس إدارة المختبر الليبي للسياسات الثقافية. سيتحدث عن التمويل الحكومي للأنشطة الثقافية. تفضل أستاذ حسام. شكرا دكتورة. تمام، حنخش في الورقة مباشرة. عنوان الورقة: واقع التمويل الحكومي للأنشطة الثقافية غير الحكومية في ليبيا، ضعف السياسات الرسمية وهشاشة المؤسسات. هذه دراسة في أوجه قصور سياسات الدولة في مجال تمويل القطاع الثقافي غير الحكومي. كلمات مفتاحية: سياسات ثقافية، تمويل ثقافي، مؤسسات ثقافية غير حكومية، بعثات مساعدة تقنية، أمن ثقافي، صندوق تنمية ثقافية. الملخص: تهدف الدراسة إلى استكشاف أوجه قصور التشريعات والأهداف الاستراتيجية والمؤسسات الرسمية والممارسات المنظمة لمجال تمويل القطاع الثقافي غير الحكومي في ليبيا، تلك التي يمكن النظر إليها جميعا على أنها أدوات السياسات الليبية الرسمية للدولة في مجال تنظيم تمويل القطاع الثقافي غير الحكومي. في هذه الدراسة أنا سعيت لأمرين: أولا، إلى تحديد جملة التشريعات الليبية من مواد دستورية وقوانين وقرارات وأيضا لوائح تنفيذية، وكذلك استكشاف طبعا في نفس الإطار استكشاف الأهداف الاستراتيجية المعلن عنها ضمن الخطط الرسمية للدولة في مجال التنمية الثقافية، والبحث في وجود وكفاءة إن وجدت المؤسسات الرسمية المسؤولة عن دعم أو تنظيم عملية التمويل الثقافي اللي يستهدف القطاع غير الحكومي، وبرضو ملاحظة أبرز الممارسات للسلطة التنفيذية في مجال تمويل القطاع الثقافي غير الحكومي من جهة، وبعدين ثم الكشف عن مدى نجاعة هذه السياسات عبر اقتفاء أثرها وربطها بأداء المؤسسات الثقافية غير الحكومية والأفراد المنخرطين فرديا في الممارسات الثقافية. اعتمدت المنهج الوصفي واتخذت في جمع المعلومات ومراجعتها طريقتين. الأولى كانت الدراسة المكتبية لغرض تحديد الإطار النظري المتمثل في التشريعات والأهداف المعلن عنها الاستراتيجية، وبرضو على مقابلة بعض الفاعلين المنخرطين في العمل الثقافي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع غير الحكومي، لغرض الوقوف على أبرز الممارسات وحصر أبرز المشاكل المتعلقة بتمويل القطاع الثقافي غير الحكومي والمرتبطة مباشرة بسياسات الدولة، بما يسمح بالخروج بتوصيات من شأنها الإسهام في تحسين سياسات الدولة في مجال تمويل القطاع الثقافي غير الحكومي في ليبيا. سؤال البحث كان باختصار: ما هي أوجه قصور سياسات الدولة الرسمية في تنظيم قطاع الثقافة غير الحكومي؟ وعشان نجيب على هذا السؤال في أسئلة فرعية، هنا مباحث الدراسة. الأول: ما أوجه قصور التشريعات الليبية من مواد دستورية وقوانين وقرارات تنظم تمويل قطاع الثقافة غير الحكومي؟ السؤال الثاني اللي هو يمثل المحور الثاني للدراسة: ما أوجه قصور الأهداف الاستراتيجية المعلنة في خطط التنمية الرسمية والممارسات التنفيذية في مجال تمويل أو تنظيم تمويل قطاع الثقافة غير الحكومي؟ والسؤال الثالث المحور الأخير: ما أوجه قصور عمل المؤسسات الرسمية المختصة في تمويل أو تنظيم تمويل قطاع الثقافة؟ في نهاية الدراسة أنا خلصت إلى الآتي، يعني حنقرأها: خلص الباحث إلى أن ضعف التصور العام لدى القائمين على صوغ السياسات الثقافية في ليبيا وصناع القرار وضعف درايتهم بقضايا الحقوق الثقافية والإدماج الاجتماعي والأمن الثقافي والاقتصاد الإبداعي والدبلوماسية الثقافية قد حالت جميعا دون بلور التصور واضح لدعم القطاع الثقافي غير الحكومي، انطلاقا من الوقوف على أهميته بوصفه شريكا في صوغ السياسات الثقافية وتنفيذها. فلا خطط رسمية، فلا توجهات رسمية تأخذ المقاربة التشاركية بعين الاعتبار،
عبر إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صوغ السياسات الثقافية للدولة وفي تنفيذ الخطة الثقافية العامة، ولا تشريعات نافذة تنظم سير تمويل القطاع غير الحكومي، وطبعا مفصل يعني في الدراسة، ولا ممارسات رسمية ذات تقاليد راسخة تسهل سير العمل الثقافي غير الحكومي، ولا صندوق للتنمية الثقافية مع شح مصادر التمويل. ويعني هو كان في صندوق اللي هو مجلس الثقافة العام، نشأ كصندوق في البداية، ولكن مع تغيير المسمى متاعها انتقلت بالتبعية الوظيفة متاعها. لكن حاليا ما فيش صندوق، فيما أعلم وفيما بحثت ما فيش صندوق ولا مؤسسة أصلا معنية بالإنفاق على الأنشطة الثقافية غير الحكومية مع شح مصادر التمويل الوطنية البديلة عن المصادر الحكومية. وهو الأمر الذي ترتب عنه بداية سيطرة تدريجية لمصادر التمويل الخارجي، لسيما المنح الغربية، على سير الأنشطة الثقافية الليبية غير الحكومية، إذ غدت المؤسسات الغربية أهم مصادر تمويل القطاع الليبي غير الحكومي، منها على سبيل المثال معهد جوتا الألماني، المجلس الثقافي البريطاني، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، فريدريش إيبرت، دوتش فيلا، ومنظمة أكتد. وهو أمر حسب رأي الباحث يضر بالقطاع الثقافي الليبي أكثر مما ينفع، من زاوية أن هذه المنح تمثل قوة ناعمة لدى الممولين الغربيين، إذ يمكن استعمالها ورقة للضغط على المجتمع المدني في ليبيا عبر الإيقاف المفاجئ للتمويل لنيل مكتسبات محددة. وهو الأمر الذي تكرر في تجارب إقليمية، منها التجربة الفلسطينية، وأعتقد التجربة الفلسطينية مهمة جداً، لازم نفهموا شن اللي صار تحديدا وشن مسبباتها بحيث نقدر نتفادوه. كما أن هذا الوضع في ظل هشاشة المؤسسات غير الحكومية يتيح إمكان تهديد الأمن الثقافي الليبي، من باب أن هذه الجهات الخارجية باتت أحد المحددين الفعليين لاتجاهات العمل الثقافي في ليبيا حسب تفضيلاتها، ما يعني أنها قادرة إلى حد معين على تسيير الاتجاهات الثقافية حسب مصالحها دون النظر بالضرورة إلى مصالح المجتمع الليبي، الأمر الذي من شأنه مس الأمن الثقافي الذي يجب النظر إليه على أنه من أساسات الأمن القومي للمجتمع، شأنه في ذلك شأن الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن المائي والأمن الحدودي. كما أن التبادل غير الندي بين المؤسسات الليبية الثقافية والمؤسسات الأوروبية الممولة أو بعثات المساعدة التقنية عبر نماذج المساعدة التقنية خلق تواصلا رأسيا أعطى امتيازا لأطراف الشمال الأوروبي على حساب الجنوب، إذ اتسم التعاون بين المؤسسات الغربية والمجتمعات المحلية في ليبيا بطابع غير ندي. على سبيل المثال قدم معهد جوتا الألماني، وأنا هنا ننتقد في منظومة أنا من الناس اللي تعلم في معهد جوتا الألماني، لكن أنا بنقول هذه الملاحظة، قدم معهد جوتا الألماني برامج داعمة لمؤسسات ثقافية في ليبيا ولأفراد تمثلت في ورش تدريب على الإدارة الثقافية وتصميم المشاريع الثقافية وبرامج تمويل ثقافي. هذه البرامج كانت غير ثنائية اللغة، كانت تعتمد على لغة واحدة فقط، هي اللغة الإنجليزية، ودون أن تتعاقد مع شركاء محليين في عملية التدريب، ودون الاستعانة بخبراء ثقافيين ليبيين. وكثيرا ما قدم المدربون الأجانب عبر مناهجهم التدريبية توجيهات فنية للمتدربين الليبيين بوصفها مبادئ أساسية ومعارف مطلقة يجب التقيد بها، باعتبار أنها مستندة حسب وجهة نظر المدربين إلى معايير عالمية، والحال أنها ممارسات تحتاج إلى تمحيص من زاوية أنها لا تستند إلى فهم كاف إلى طبيعة المجال الثقافي الليبي. كما أن هذه المؤسسات في الغالب لا تنظر بالتقدير الكافي إلى التجربة الليبية في الإدارة الثقافية، ويخلص الباحث في النهاية إلى جملة توصيات جاءت على هذا النحو. التوصية الأولى، يوصي الباحث مؤسسات المجتمع المدني الثقافية والفاعلين الثقافيين والفنانين بضرورة التكاتف وتأسيس تنسيقية وطنية لتنمية مقترح مشروع وطني للسياسات الثقافية في ليبيا، على أن تكون هذه التنسيقية بمثابة قوة اقتراح وضغط لغرض تحسين سياسات الدولة ودفعها لتبني سياسات ثقافية جديدة انطلاقا من مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريكا في صوغ السياسات الثقافية وفي تنفيذها بما تشتمل من سياسات في مجال تنظيم التمويل الثقافي للأنشطة غير الحكومية. رقم 2، يوصي الباحث صاغة السياسات الثقافية في ليبيا وصانعي القرار بتبني المقاربات الحقوقية والاقتصادية والأمنية في صوغ سياساتها وما لها طبعا من أبعاد اجتماعية زي الإدماج الاجتماعي وغيرها،
في صوغ سياساتها بما يكفل الأخذ في الاعتبار قضايا الحقوق الثقافية والإدماج الاجتماعي والاقتصاد الإبداعي والأمن الثقافي والدبلوماسية الثقافية، وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيات الدولة تجاه هذه القضايا عبر تقديم الدعم بما يشتمل من دعم مالي للأنشطة الثقافية والبرامج التي تحقق سياسات الدولة الثقافية النابعة من حاجات المجتمع. 3. يوصي الباحث أي جهة رسمية معنية بصوغ دستور ليبي مستقبلا بتدارك القصور في الوثائق الدستورية السابقة ودسترة مادة صريحة تكفل الحقوق الثقافية في مستوياتها 3: حق الوصول الثقافي، وانا ممكن حنضطر نفصلها لاحقا، حق الوصول الثقافي، حق التعبير الثقافي، حق الإشراك الثقافي، بالإضافة إلى مادة صريحة تكفل حق تمام انا ممكن نفصلها هنا، حق الوصول وحق التعبير وحق الإشراك. حق الوصول يعني يكفل لكل فرد في المجتمع حق الوصول للخدمات الثقافية بما يحقق له المتعة الفردية وما يحقق له، وحنشوفه نحن مع ورقة ريحانة كيف ان المتعة حاجة سيكولوجية مش مجرد انه شأن زائد، ويكفل له برضو التنمية المعرفية. الحق الثاني حق التعبير الثقافي، ان لكل فئات المجتمع حق التعبير عن ثقافتها وتنمية وسائل التعبير بما تشتمل من تعبير عن اللغة، عن 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 الإبداع، تسمية الأبناء بأسماء تعبر عن ثقافتهم. المستوى الثالث هو حق الإشراك، بمعنى أن لكل أفراد المجتمع الحق في الإشراك في صوغ السياسات الثقافية للدولة عبر عشان يعني تأخذ حاجاتهم بعين الاعتبار، وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيات الدولة تجاه هذه القضايا عبر تقديم الدعم بما يشتمل من دعم مادي للأنشطة الثقافية. لا أنا مشيت أكثر أصلاً. يوصي الباحث أي جهة رسمية معنية بصوغ الدستور بتدارك القصور ودسترة هذه الحقوق، بالإضافة إلى مادة صريحة تكفل شراكة المجتمع المدني في صوغ السياسات الثقافية للدولة وتنفيذها بما يضمن إمكان بناء تقاليد شراكة مؤسساتية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي. كما يوصي الجهات التشريعية بضرورة دراسة إصدار حزمة من التشريعات الثقافية التي تنظم الحياة الثقافية بما تشتمل من قوانين تنظم التمويل الحكومي للأنشطة غير الحكومية، بالإضافة إلى السعي إلى انضمام أكثر فاعلية إلى المجتمع الدولي عبر دراسة إمكان الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في المجال الثقافي التي من أبرزها اتفاقية اليونسكو 2005 بشأن حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي، واتفاقية اليونسكو 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، بما يتيح فرصة مشاركة المؤسسات الثقافية غير الحكومية في تنفيذ المبادئ التوجيهية للاتفاقيات والاستفادة من فرص الحصول على الدعم الدولي عبر التمويل وفرص التدريب. يوصي الباحث صاغة السياسات الثقافية وصناع القرار في ليبيا بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني بدراسة إمكان إنشاء صندوق وطني للتنمية الثقافية يهدف إلى دعم القطاع الثقافي غير الحكومي بما يتماشى مع سياسات الدولة الثقافية، على أن يعتمد الصندوق على مصادر تمويل متنوعة مع الاعتماد على لجان فنية مستقلة للتحكيم والبت في أحقية الأنشطة الثقافية والمؤسسات الثقافية والكتاب والفنانين والبحاث للتمويل والقروض الثقافية ومنح التفرغ والدعم. نحن مع الأسف قصة منح التفرغ دائما من ضمن سياسات الدولة تسعى دائما لقصة مسابقات وهي يستفيد منها قلة قليلة يعني الترتيب الثلاثة الأولى، بينما في إمكان أن تغير استراتيجيتها شوية وتعطي مساحة أكبر لمنح التفرغ لأنها هي اللي تخلي المنجز أقوى وأفضل عبر تفريغ الكتاب وتفريغ الفنانين والبحاث. أخيرا يوصي الباحث بمراكمة المزيد من الأبحاث في مجال السياسات الثقافية بما تتضمن من أبحاث في مجال تمويل القطاع الثقافي غير الحكومي لغرض بناء قاعدة بيانات تسمح بمعرفة أعمق للسياسات الثقافية والحياة الثقافية في ليبيا. شكرا. شكرا للأستاذ حسام، حقيقة يعني زمن أقل حتى من 15 دقيقة دي فرصة لي أنا بس بسرعة نقول يعني محتوى ورقته هو واقع تمويل حكومي، سياسة الحكومة في مجال في هذا المجال هي سياسات ثقافية، تمويل ثقافي، مؤسسات ثقافية غير حكومية. فالهدف كان استكشاف أوجه القصور في التشريعات والتمويل الثقافي والأدوات التي استخدمت في هذه الناحية، طبعا هي تعتمد على ممارسات السلطة ومدى نجاحها في ذلك.
استخدم المنهج الوصفي في دراسته ودراسة مكتبية، وأيضا مقابلة بعض الفاعلين للوقوف على أبرز الممارسات والمشكلات للخروج أيضا بتوصيات، وفعلا خرج لنا بعدة توصيات. ذكر طبعا أوجه القصور وضعف وضع سياسات ثقافية حالة دون وجود تصور واضح وخطط واضحة للسياسات. طبعا كان في قصور مالي، لا وجود لصندوق، وأيضا سيطرة مصادر خارجية، وذكر لنا بعض مساوئ الاعتماد على هذه المصادر من تجربة شخصية له. توصياته هو تكاتف المجتمع المدني في تنسيق تجمع يتبنى هذه السياسات، تبني مقاربات حقوقية واقتصادية وأمنية لخدمة السياسات هذه السياسات الثقافية، تدارك القصور في الدساتير السابقة أو في مشاريع الدساتير حتى وصول إلى اهتمام بالوصول الثقافي والتعبير الثقافي والإشراف الثقافي، وشراكة المجتمع المدني في جهات التشريعية بإصدار حزمة من التشريعات التي تنظم السياسات الثقافية. عدد وعدد آخر من التوصيات ستكون مسجلة إن شاء الله. أستاذ صالح، ممكن تفتح المايك لو سمحت؟ أوكي، مرحبا بك أستاذ صالح. معنا الآن الأستاذ صالح بالخير، أستاذ عضو هيئة التدريس بجامعة عمر المختار تخصص تاريخ، سيتحدث عن ترويض الذاكرة من الصراع إلى الإبداع. تفضل أستاذ صالح. واضح نعم. صوتك واضح ومسموع، تفضل نسمع فيك أستاذ. تفضل أستاذ صالح. أنا أسمعك نسمع فيك، تفضل. لا أتلوكي. طبعاً الكرة طبعاً تتعلق في ترويض الذاكرة، الذاكرة المجتمعية. طبعاً الذاكرة هي فريق شبعي أي جماعة، والمعاد الذي يجمع الفعاليات المتراكمة عبر تاريخ طويل، وهي أيضاً ممثل بكيان الجماعة. الذاكرة تمثل ما تبقى من الماضي الثاني الناس ويتصورونه في خصوص هذا الماضي، هي أيضا موروث مهني ومجموعة من البيان تغطي التمثلات. وفي هذا التصوير هي تختلف عن التاريخ، لأن التاريخ يقوم على المعادلة الفلكية على الموضوعية عنده ترتيب الماضي وصناعة من عملية وخصوصية متشابهة بالتحليل والنقد. هذا التصوير لا يتأتى إلا بواسطة شغل متعدد الثغرات، ثغرة الخارج والبرهان. نعم واضح، استمر. أوكي لحظة متعدد اللحظات، لحظة إقامة المهام والمفاتيح، ولحظة التفسير والفهم، ولحظة الكتابة، ومع ذلك تبقى الذاكرة أكثر وقعا من الخلف بالقياس إلى مراجعة تحليلها في أوساط عامة الناس، ليس فقط من حيث التلقي لدى العوام بل حتى لدى المخاطبين. ستحاول الورقة تناول فترة الذاكرة المجتمعية في ثلاث دورات. الأولى ستكون محاولة استكشاف هذه الذاكرة ورصد المواد المنتجة لها، والثانية هي النظر في الممارسات التي تمارسها هذه الذاكرة عبر تناقل والإنشاء والإصرار في شكل تراكمي، والثالثة وهي معرفة أساليب إنتاج سلبياتها وطرق استدعائها اللاواعي وما نتج عنها من حالة من التنازع والتي انتهت بلا تعديل إلى الصراع. شكرا أستاذ صالح. أستاذ صالح كانت ورقته عن ترويض الذاكرة من الصراع إلى الإبداع، النظر في الممارسات التي تمارسها هذه الذاكرة، وحقيقة في نهاية ورقته قدم لنا مجموعة من التوصيات التي قد نلجأ إليها. الصوت شوية كان مش واضح. بعد أستاذ صالح حيكون فيه موضوعنا عن حق الانخراط في الحياة الثقافية، ترف أم حاجة. هذا المحور ستقدمه الأستاذة ريحانة العمامي.
ريحانة نعمامي هي طالبة دراسات عليا وباحثة في مجال علم النفس. تفضلي. عنوان الدراسة حق الانخراط في الحياة الثقافية، ترف زائد أم حاجة سيكولوجية، دراسة نفسية في تأثير انخراط الأفراد في الحياة الثقافية. على صحتهم النفسية. كلمات مفتاحية: حقوق ثقافية، سياسات ثقافية، انخراط في الحياة الثقافية، صحة نفسية، ضغط نفسي، تصميم شامل، وعوائق الوصول الثقافي. ملخص الدراسة: تنطلق الدراسة من افتراض مفاده أن المتعة الناجمة عن انخراط الأفراد في الحياة الثقافية ليست ترفاً زائداً، بل حاجة سيكولوجية تنعكس بدورها إيجاباً على صحة الفرد النفسية. وبهذا فإن حرمان أي فرد من حق الوصول إلى الخدمات الثقافية أو من حق التعبير الثقافي أو من حق الإشراك الثقافي من شأنه التأثير سلباً على صحة الفرد النفسية. سعت الباحثة في هذه الدراسة عبر مقاربة سيكولوجية إلى استكشاف مؤشرات أولية يمكن عبرها تعزيز هذا الافتراض أو دحضه، ومن ثم البناء عليه في دراسات لاحقاً أكثر تفصيلاً. ترى الباحثة أن هذا النوع من الدراسات يتسق بموضوع السياسات الثقافية من زاوية أن نتائجه قد تدعم التوجهات الرسمية للدولة في مجال الحقوق الثقافية وفق مقاربة حقوقية ينتهجها صناع السياسات الثقافية. تنطلق الدراسة من سؤال بحث رئيسي هو: هل ثمة مؤشرات تدعم إيجاباً أو سلباً الافتراض القائل بأن المتعة الناجمة عن انخراط الأفراد في الحياة الثقافية يؤثر إيجاباً على صحتهم النفسية؟ يندرج تحت هذا السؤال سؤالان فرعيان هما محوري الدراسة. نمبر 1: ما هي أبرز الآثار السلبية والإيجابية التي يعتقد الأفراد الذين اختبروا واحدة من تجربتين على الأقل، الانخراط في الممارسات الثقافية والحرمان منها بسبب عوائق الوصول الثقافي؟ رقم 2: هل ثمت أي فروق واضحة في مؤشر الضغط النفسي يمكن ملاحظتها بين الأفراد المنخرطين في الحياة الثقافية وغيرهم من غير المنخرطين؟ حنجول السؤال الأول للإجابة عليه. اعتمدنا أسلوب دراسة الحالة لعينة من 4 أشخاص تفاوتت شدة عقبات انخراطهم، أي كانوا سابقاً منخرطين في الحياة الثقافية ثم انحرموا منها، وكيف أثر هذا الحرمان على صحتهم النفسية. وعشان نستدرك الوقت هنكتفي بعرض حالة واحدة. الحالة أنيسة من بنغازي، ناشطة في مجال حقوق المعوقين، تستعمل كرسياً متحركاً، انخرطت في أنشطة ثقافية في مؤسسة ثقافية ثم اضطرت للانقطاع بسبب انتقال المؤسسة إلى مقر ثاني لا يراعي التصميم الشامل، وبالتالي غير مهيئ لوصولها الجسدي. حاولت تعويض ذلك بالانخراط عبر الوسائل الرقمية، لكن ذلك لم يكن كافيا ليعوض حاجتها للانخراط الفعلي المباشر. ترى الآنسة أن الممارسات الثقافية شديدة الأهمية بالنسبة لها، تعتبرها الدائرة الاجتماعية الآمنة، يعني تقدر من خلالها مشاركة تصوراتها عن الحياة والوجود براحة مع أقران يتفقون معها بجملة المبادئ الجمالية والفكرية دون الإحساس بالعزلة. وتخلص إلى أن انخراطها في الممارسات الثقافية يشعرها باتزان. أيضا استعملت عبارات ذات دلالة إيجابية عند حديثها عن انخراطها، مثل تجانس فكري، تعبير بحرية، صوت مسموع، أشعر أن كل حواسي موجودة. في مقابل ذلك تشوف أن ابتعادها عن الانخراط في الممارسات الثقافية يعني لها بيئة خانقة وعدم انتماء، وأضافت عبارة أشعر بالتيه. نقاش نتائج الحالة، يمكن القول أن الممارسات الثقافية تمثل للحالة دائرة الأمان، باعتبار أنها غير منخرطة في أنشطة أخرى رياضية أو دينية أو تجارية، باستثناء نشاط حقوق المعوقين والذي يمكن النظر إليه على أنه من ضروب الأنشطة الثقافية، فإنها تضع الأنشطة الثقافية في مرتبة متقدمة من سلم احتياجاتها التي يصعب تعويضها.
المحور الثاني، هل ثمة أي فروق واضحة في مؤشر الضغط النفسي يمكن ملاحظتها بين الأفراد المنخرطين في الحياة الثقافية وغيرهم من غير المنخرطين؟ اعتمدنا الإجابة في هذا المحور على استخدام مقياس ليفنستاين لإدراك الضغط النفسي. أجرى الاختبار على عينة من عدد 175 فرد من الجنسين تراوحت أعمارهم من 16 إلى 76. قسمنا الفئات إلى فئتين، فئة المنخرطين وفئة غير المنخرطين، من خلال سؤالهم: هل أنت منخرط في الحياة الثقافية عبر ممارسة فنون أو هوايات ثقافية بشكل فردي أو جماعي؟ أو انخراط في مؤسسات ثقافية أو انخراط في برامج تدريب على الفنون أو زيارات منتظمة للمتاحف أو المعارض أو المكتبات أو المسارح أو غيرها من الأنشطة والمرافق الثقافية؟ 108 منهم أجابوا بأنهم منخرطون و67 غير منخرطين. كذلك قسمنا عوائق وصول غير المنخرطين إلى 6 فئات: العوائق الاجتماعية، عوائق صعوبة الوصول الجسدي، عوائق الصعوبات المالية، عوائق البعد الجغرافي، وآخرون كانوا يعتقدون، يعني أفراد حالة دون انخراطهم، اعتقادهم بأن الممارسات الثقافية غير مثيرة للاهتمام ولديهم أولوية في نشاطات أخرى، مع إضافة خيار غير ذلك. تبينت النتائج أن العوائق الاجتماعية كانت العائق الأكثر تكراراً، إلى جانب النسبة الأكبر داخل هذا العائق كانت من النساء. جاءت في المرتبة الثانية فئة الذين حال اعتقادهم بأن الانخراط في الحياة الثقافية غير مثير للاهتمام. من خلال الجدول اللي قدامي يتضح من خلال المقياس الخاص بإدراك الضغط مؤشر أن مؤشر إدراك الضغط يميل إلى مصلحة الأفراد المنخرطين في الحياة الثقافية، حيث أفادت نتائجهم بأنهم يشعرون بضغط أقل. إلى جانب هناك بعض المؤشرات، فمثلا 64.9% يشعرون من المنخرطين يشعرون بالهدوء، في مقابل 55.2 من غير المنخرطين. 44.4 يشعرون بالإحباط من المنخرطين، في مقابل 58.2 يشعرون بالإحباط من غير في فئة غير المنخرطين. 78.7 من فئة المنخرطين يشعرون بأنهم يقومون بأشياء يحبونها، في مقابل 55.2 من فئة غير المنخرطين يشعرون بأنهم يقومون بأشياء يحبونها. الدراسة فيها نتائج ومقارنات كثيرة جدا جديرة بالنقاش، وفيها جداول وأكثر يعني، لكن لضيق الوقت حنذهب للخلاصة والتوصيات. من خلال العينة المستهدفة في الشق الخاص بدراسة الحالة والتي أظهرت أن حرمان الأفراد من الانخراط في الحياة الثقافية، اللي هو الوصول الثقافي والتعبير الثقافي والإشراك الثقافي، كان له الأثر السلبي على مزاجهم العام وحتى على صحتهم النفسية، وهو الأمر الذي تعززه النتائج الأولية لقياس مؤشر ليفنستاين لإدراك الضغط النفسي الذي أظهر فروقا واضحة لمصلحة الأفراد المنخرطين في الحياة الثقافية. ترى الباحثة أن هذه النتائج وإن كانت أولية لابد من أخذها بعين الاعتبار من زاوية أنها تعبر عن فئة مجتمعية ذات حاجات سيكولوجية لا يمكن تعويضها ببدائل. وعليه فإن الباحثة تميل إلى الافتراض القائل بأن الانخراط في الحياة الثقافية عبر الوصول الثقافي والتعبير الثقافي والإشراك الثقافي ليس شأنا زائدا، بل حاجة سيكولوجية تنعكس إيجابا على الصحة النفسية للأفراد وتمتد لتنعكس على المجتمع عامة. وفي الختام تخلص الباحثة إلى جملة من التوصيات جاءت على هذا النحو: توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات المعمقة الأكثر تفصيلا والمعتمدة على عينة أكبر وأكثر تنوعاً، مع الأخذ في الاعتبار البعدين الوصفي والكمي، مع حساب الدلالات الإحصائية للفرضية عبر الأساليب الإحصائية المتقدمة. توصي الباحثة صاغة السياسات الثقافية وأصحاب صنع القرار في ليبيا والمدراء الثقافيين المستقلين عن القطاع الحكومي بأخذ المقاربة الحقوقية بعين الاعتبار، تلك التي ترى أن الانخراط في الحياة الثقافية عبر الوصول الثقافي والتعبير والإشراك الثقافي حق أصيل من حقوق الأفراد الإنسانية التي لا يجب المساس بها. توصي الباحثة صاغة السياسات الثقافية وصناع القرار في ليبيا بالعمل على إنشاء المزيد من
المرافق الثقافية والأنشطة الثقافية والعمل على ديمقراطيتها عبر اشتراك مجالس الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني في صوغ السياسات الخاصة بالأنشطة الثقافية وتنفيذها، مع تعزيز اشتراك الفئات الأكثر عزلة جغرافية وثقافية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية الثقافية. توصي الباحثة صاغت السياسات الثقافية والعمرانية وأصحاب صنع القرار في ليبيا بضرورة اعتماد مبادئ التصميم الشامل في إنشاء المرافق العامة بما تشتمل من مرافق ثقافية، بما يتيح سهولة الوصول لجميع أفراد المجتمع على اختلاف حاجاتهم. وأخيرا توصي الباحثة صاغت السياسات الثقافية والتعليمية التربوية والإعلامية وصناع القرار في ليبيا ببرمجة الممارسات الثقافية ضمن الأنشطة المدرسية والعمل على توعية المجتمع عامة والأسرة بشكل خاص عبر الوسائل المختلفة بأهمية الانخراط في الحياة الثقافية. شكرا. شكرا للأستاذة ريحانة، قدمت لنا دراسة عن الانخراط في الحياة الثقافية، هل هو ترف أم حاجة؟ استخدمت دراستين أو عينتين، عينة الأولى من شخصية كانت مشاركة وبعدها كان فيه انقطاع وبينتنا تأثير الانقطاع السلبي، ثم دراسة أخرى وهي على عدد من المنخرطين وغير المنخرطين، وكانت نتائجها عدد من الإحصائيات التي تبين تأثير الانخراط في النشاطات الثقافية وأيضا الانقطاع عنها. في النهاية استخلصت بأن الانخراط في الحياة الثقافية ليس شيئا زائدا، ينعكس إيجابيا على الإنسان وعلى المجتمع عامة. شكرا للأستاذة ريحانة. والآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو الرقمنة الثقافية، التشريعات والأهداف، يقدمها الأستاذ مفتاح الزوي. الأستاذ مفتاح الزاوي عفوا مهندس اتصالات، طالب ماجستير وباحث. السلام عليكم. أنا ممتن جدا لهذه الفرصة الجميلة. الورقة إن شاء الله بعنوان الرقمنة الثقافية في ليبيا، واقع التشريعات والأهداف والممارسات الرسمية. كلمات مفتاحية: الرقمنة الثقافية، سياسات ثقافية، هوية رقمية، ثورة صناعية الرابعة. طبعا أنا مش بالمهارة اللغة العربية نفس زملائي هنا، لذلك حنحكي بلهجتي الليبية. طبعا الإنسان الليبي من بداية التاريخ ووقت ما تعلم هيك شوية وقعد يرسم على جبال أكاكوس وحاول أنه يوثق روحه في التاريخ، كانت هذين هن الأدوات اللي عنده، عبارة عن شوية ألوان طبيعية دارهن من الصخور ومن الحيوانات اللي كان يصطاد فيهن ويأكل فيهن، ورسم نفسه ورسم آلية الصيد متاعه وكيف كانت حياته وقتها. نشوف أن الوقت قاعد مناسب توا، بما أننا في ثورة جديدة وعندنا أدوات جديدة بكل، والحاجات اللي موجودة عندنا توا هن قاعدات بشي قاعد أنديما مش حيحولن. فلذلك الإنسان الليبي برضو لازم يوثق نفسه من جديد. وخلونا نحكو توا على الورقة نفسها. تبحث هذه الدراسة في سياسات الدولة الليبية في مجال الرقمنة الثقافية، وتسعى بهذا إلى استكشاف جملة التشريعات والاستراتيجيات والممارسات العملية التي يمكن النظر إليها مجتمعة على أنها السياسات الرسمية للدولة في مجال الرقمنة الثقافية. يهدف الباحث من هذه الدراسة إلى تحديد أوجه القصور في السياسات والبحث في إمكانية الخروج بتوصيات من شأنها المساعدة في تطوير سياسات الدولة الثقافية في المجال الرقمي. طبعا اعتمد الباحث في الحصول على المعلومات وتحليلها على البحث المكتبي والنظري عن التشريعات الليبية في مجال الرقمنة الثقافية، كذلك على البحث عن الخطط الرسمية التي توثق جملة الأهداف الاستراتيجية المعلنة من قبل الدولة الليبية في مجال الرقمنة الثقافية في ليبيا، إضافة إلى ملاحظة وتوصيف أبرز الممارسات العملية للجهات التنفيذية في الموضوع قيد الدراسة. وخلص الباحث إلى أن صعوبات الوصول الرقمي إلى مصادر رسمية للتشريعات الليبية والقرارات الحكومية والخطط الاستراتيجية الخاصة بالرقمنة الثقافية أو الرقمنة بصفة عامة
والذي شكل بدوره تحديا كبيرا للباحث في مسح الوضع الحالي، هو أول ملامح القصور، أول ملامح قصور سياسات التحول الرقمي في ليبيا، والتي تتسم بضعف التصور العام وفتور الإرادة الواضحة باتجاه مشروع جاد للتحول الثقافي الرقمي. طبعا خلونا نعرف حاجة رئيسية اللي هي اللي قاعد نحكي فيها من بدري، اللي هي الرقمنة بحد ذاتها. طبعا في تعريفين نقدر نقوله للرقمنة. في البداية هو لو خذين التعريف الأول اللي هو مجرد تحويل المعلومة من شكلها المكتوب أو المسموع أو الشفهي إلى النظام الجديد اللي هو عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية وتحويلها إلى لغة الصفر والواحد اللي يفهمها الحاسوب. النوع الثاني الأكثر شمول والأكثر تطور لتعريف الرقمنة هو آلية الوصول عن طريق أدوات رقمية أخرى. يعني مش ما يكفيش بس أنك تحولهن وتخزنهن في مكان معين، لا، لازم تتيح حتى الوصول الباقي الناس عن طريق وسائل رقمية أخرى. فهذا هو التعريف الأكثر شمول للرقمنة الثقافية. كما يقف الباحث على أن المنتج المتاح في السوق الثقافي الرقمي الليبي كخدمات بيع الكتب بالطرق الرقمية والنشر الإلكتروني وإقامة المناسبات الثقافية والمناشط ومجموعات نقاش الأعمال الثقافية ومختلف القضايا الفكرية باستخدام وسائل التواصل هو نتاج توجه القطاع الخاص عبر نشاط الأفراد والمجموعات الصغيرة الذي باتت خطواتها العملية أكثر دفاعا باتجاه التحول الرقمي إذا ما قورنت بالتحول الرسمي للدولة الليبية. غير أن هذه الممارسات على مجهوداتها الواعدة تفتقر إلى التنظيم والدعم الحكومي عبر تشريعات وأطر رسمية. ويقف الباحث على موقف ليبيا الحالي بوصفها مستوردا صافيا ومستهلكا للرقمنة بدلا من كونها فاعلا أساسيا في تطوير أصول وخدمات الرقمنة. ومع هذا يرى الباحث أن الفرصة ما تزال سانحة لجني ثمار التحول الرقمي إذا ما تضافرت جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتم تدارك فجوة السوق بين جانب الطلب من قبل الشباب الذكي رقميا وجانب العرض. ويخلص الباحث إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة فهم الرقمنة الثقافية وتوضيح أهميتها ودورها في التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعود بالنفع على المصلحة العامة، كما يوصي صاغة السياسات الثقافية في القطاع الثقافي وأصحاب صنع القرار باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها من شأنها الأرشفة الرقمية للتراث الثقافي الليبي وإنشاء بنك للمعلومات مع تشجيع البحوث الرقمية وتأطير العمل عبر تشريعات وخطط استراتيجية جادة طويلة الأمد. طبعا هذا كان الملخص كله، فحنمشي دغري للخلاصة. طبعا يلخص الباحث إلى أن صعوبات الوصول الرقمي إلى مصادر رسمية للتشريعات الليبية والقرارات الحكومية والخطط الاستراتيجية الخاصة بالرقمنة الثقافية أو الرقمنة بصفة عامة، والذي شكل بدوره تحديا للباحث في مسح الوضع الحالي، هو أول ملامح القصور والتي تتسم بضعف التصور العام وفتور الإرادة الواضحة باتجاه المشروع جاد للتحول الثقافي الرقمي عبر الأرشفة الرقمية للمحتوى الليبي بما يشتمل من محتوى ثقافي ومعلوماتي، ويضمن إتاحته للوصول عبر وسائل رقمية. كما يقف الباحث على ضعف الجانب التشريعي والممارسات الرسمية الداعمة للتحول الرقمي الثقافي، كما يقف على واقع أن المنتج المتاح في السوق الثقافي الرقمي الليبي التوصيات. يوصي الباحث صناع السياسات الثقافية في ليبيا والناشطين في المجال الثقافي عموما والبحاث بضرورة فهم الرقمنة الثقافية والعمل على تعريفها وتوضيح المفهوم لأصحاب صنع القرار وتوضيح أهميتها ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية مرتبطة بالاستدامة. يوصي الباحث أصحاب صنع القرار في القطاع الثقافي باتخاذ التدابير التي من شأنها تسريع التحول الرقمي للقطاع الثقافي وتشجيع التحكم
في تقنيات صون وحفظ الموروث الثقافي والهوية الوطنية وتنمية القطاع الثقافي في الفضاء الرقمي مع الترويج الإلكتروني العالمي للهوية الوطنية. يوصي الباحث قطاع الاتصالات بمواصلة الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الرقمية عن طريق تخطيط رقمي جاد وفق تشريعات تنظيمية وأهداف استراتيجية واضحة يساهم في التسويق الجيد للمنتج الثقافي الليبي وتغيير الصورة النمطية وزيادة معدلات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة. يوصي الباحث بالقطاع الثقافي بضرورة وضع اتفاقيات محددة تخص استراتيجية الرقمنة الثقافية واستدامتها مع إعطاء مرونة أوفر لتحقيق اندماج التشريعات الوطنية للدولة مساهمة في صياغة نصوصها القانونية والتنظيمية بالمحددات والضوابط العامة. يوصي الباحث قطاع الثقافة الليبي بضرورة العمل على إنشاء بنك للمعلومات يساهم في عرض المنتوج الثقافي الليبي ويتيح الوصول والتسويق الجيد للهوية الليبية في المحافل الدولية والحكومية والخاصة مع تشجيع البحوث العلمية في القطاع الثقافي. شكرا. الدولة الليبية في مجال الرقمنة الثقافية يهدف إلى تحديد دراسات تهدف إلى تحديد أوجه القصور في السياسات وتقديم توصيات لتطوير سياسات الدولة في هذا المجال. اعتمد على البحث المكتبي والنظري من خلال التشريعات دراسة التشريعات الوطنية. أول ملاحظة أنه هي صعوبة الوصول إلى هذه المعلومات، وهذا طبعا أول ملامح التقصير الذي ذكره، وذلك لأن الرقمنة تحتاج إلى تحويل المعلومات إلى وسائل رقمية ثم إتاحة الوصول إليها، وهذا الغير متوفر لدينا. قدم عدد من التوصيات منها التعريف بالرقمنة وأهميتها واتخاذ التدابير لتسريع بالتحول الرقمي مع الاهتمام بالهوية الوطنية. شكرا للأستاذ مفتاح. الآن نفتح مجال النقاش لمدة 30 دقيقة، فمن يحب يعلق أو يسأل سؤال تفضل. همام تفضل. أستاذ همام. نعم، أنا عندي تعليق بس عن مجال حساب، إن فيه يعني ناخذ مثلا قرار زي إلغاء مادة التربية الوطنية، يعني هذا أمر واضح إنه خاطئ لأي حد يقدر يشوف. شيء آخر، حكى حسام على المنظمات الداعمة الوطنية، اللي أنا أشوف فيه من خلال المحطة إن هذه المنظمات تحاول إكساء الطابع العالمية للثقافة الليبية، تحاول تفرض على المجتمع المدني فيه. هذا لا يعني بالضرورة أن الانغلاق على أنفسنا كويس، لكن الحفاظ على تفرضنا نشوف فيها مهم جدا. وشكرا. سؤال برضه أستاذ حسام عن موضوع فكرة أن لما بيكون التمويل من الخارج حيكون برضه يدعي فيها الخارج. تمام؟ مسرح فهمت. تمام. الفكرة السؤال لما يكون التمويل من الخارج هيكون برضو القيم بتاع الخارج اللي يتم ترويجها. فكرة أيضا أنا يعني لما يكون التمويل من هنا، أول حاجة السؤال من الحكومة لما هل حيكون في عدل في التوزيع تاع تمويل المؤسسات، أو إنها هي بس مؤسسات معينة؟ والله اللي صار الدولة مؤسسات معينة هي اللي تأخذ التمويل بتاع الدولة، يشدوا به عارضهم يديروا به أنشطتهم، والباقي أصلا ما يعرفوش شلون ممكن يتوزع أصلا ولا كيف، أو حتى شنو هي. الشيء الآخر هي فكرة قيم الدولة وقيم السلطان اللي هي، فدائما يكون في بس نقول له عاد سلاطين، حيكون في أيضا مناصرين للسلاطين من مؤسسات مجتمع مدني. كريم عوان طالب كلية حلم بالناس. سؤال السيد، عندما ذكرت التأثير الثقافي حسيتها هو مصدر من الدقيق كفاية أو مصدر شمولي. حسيت التأثير الثقافي نحن أصلا بسبب دراسة الهوية الوطنية، هل تعني إن مثلا طنط الهوية الفردانية ما تعرفش إن أنت عندما قلت التأثير الثقافي تعبير ثقافة المجتمع ككل، أو التعبير الثقافي
لأفراد المجتمع بحد ذاته، يعني المبادئ الفردانية أو الفردية لشخص من الناس أو لشيء من الناس. وفي حاجة أخرى ذكرتها الآنسة هي المفهوم السيكولوجي طبعاً أنا دارس حتى السيكولوجي القوي متخصص من النفس ذاكر مضطر للموضوع هذا. هو شيء يعتبر دماغ الوف المراكزي عند الإنسان أنه بعد ما يشوف شخص يحرمه هذه تعزز فرص البقاء عنده. يعني لو أنت دارس الفرويد ممكن مرة عليك فمضبوط. حتى أنا بعد ما حضرت النقد هذه حسيت بمزاجي طاقة مزاجية عالية صراحة وراحة حكي احترامي على كلمة هوياتي. هوياتي طبعا نسب إلى جمع، في العربية نسب للجمع خطأ، تنسبش لجماعة. زمان حتى كان اختراق الجماهيرية لأنه تنسب لجماهير. هووي أجمل وقريبة من الهواء، لكن هي زي ما نقول فيها إخلاص الأصل، لأن هي هوية من هو يبدأ هو ويعرف. أنا تعليق علي ورقة ريحانة حقيقة، يعني ورقة جيدة وأثارت في نفسي بعض التساؤلات. أولا حكاية العينة، لما تحكي علي عينة من 170 واحد، طبعا أول سؤال هو كيف اخترتيها؟ بطريقة عشوائية كان. أوكي. طبعا ما نقدرش نقول عشوائية لأن لا يمكن تختاري 170 ليبي يطلع منهم 60% مخاطبين في الثقافة، لا يمكن. لكن يمكن تكون عين عشوائية. الحاجة الثانية في نوع من الغموض في فكرة انخراط الثقافة. يعني أنت حكيتي علي مثلا يزور بشكل منتظم متاحف ومكتبات تعتبر منخرط الثقافة. باهي واللي يسمع في الموسيقى باستمرار. هل هذا منخرط الثقافة؟ يمكن يسمع موسيقى ولكن بالتأكيد لن ينطبق، يبقى المفهوم نفسه يحتاج إلى تحديد أكثر. أوكي. لو كنا أكثر ممكن دقة في تحديد مصداقات المفهوم هذا منخرط الثقافة، يعني لو سألنا سؤال عام كم تتوقع نسبة الليبيين المنخرطين بالثقافة؟ هيكون عدد قليل جدا صح؟ يبقى لما نحكوا على حقوق المنخرطين في الثقافة كأننا نحكوا على حقوق ذوي احتياجات خاصة، كأننا يعني النظر قليل أو نسبة. طبعا نقدر نوسع القضية زي ما قلت، نوسع المفهوم ونخلي اللي يسمع في الموسيقى واللي عنده علاقة ما يستمتع بالفن هذا منخرط في الثقافة. لكن حاجة نحن حكينا على ثلاثة أنواع من الحقوق، الاكسسبيليتي او التيسر، اوكي، والتعبير والمشاركه. راه الشخص هذا بالنسبه له الحقوق هذينا هو ما يبيش يعبر ولا يبي يشارك، هو يبي يوصل يبي اكسس. الاكسس المريض ما عندهش اكسس تو للثقافه مع هذا الانفتاح الفائت. يبقى نرجع إلى مسألة تحديد مثلا، لكن سعيد جدا بالورقة، بالورقات الثلاثة حقيقة، سعيد جدا بالثلاثة شباب يحكوا بثقة وبدراية وبتمكن، يعني ألف مبروك لي. نعطي فرصة الآن للمتحدثين أنهم يحكوا. نبدأ بالأستاذ حسام. فكرة الأمن الثقافي، لو خذينا مثال يعني دولة زي ليبيا، دولة لا تنتج دراما بمستوى الدراما اللي تقدم في دول الجوار. المجتمع الليبي مجتمع يستهلك الدراما اللي تجيه من مصر وتجيه من سوريا وتجيه من دول الخليج. وين مشكلة الوضع هذا لما نكون احنا في وضع المستهلك؟ المشكلة أن المجتمع الليبي حيكون عرضة لتجرب أي قيم ممكن تمرر له في هذه الصناعات، وتكون قيم معدة خصيصة من البداية لتوجيه الرأي العام مثلا دون أن يكون للدولة فرصة للرد.
الكلام هذا ينطبق على أشياء كثيرة. ليبيا إلى الآن نشوفه من كم سنة إلى الآن ما عندهاش قناة بحجم قناة الجزيرة تدافع عن سرديتها في المحافل وتدافع عن سرديتها في النزاعات الإقليمية. ليبيا إلى الآن ما طورتش إرث روحي برضو. إلى الآن ليبيا ما زال فكرة اللي حكينا عليه بدري موضوع التمويل. كل هذه الأمور مجتمعة من شأنها تأثر على الأمن الثقافي اللي هو جزء من الأمن القومي. من المفترض أن الدولة تكون واعية بالمسألة دي. ومع الأسف صناع السياسة الثقافية إلى الآن مش واعيين بهذه المسألة بدليل أنهم إلى الآن ما طوروش الدراما، إلى الآن ما طوروش الأغنية، ما طوروش قناة بحجم قناة الجزيرة ولا فريق كرة، لأن الموضوع يشمل حتى كرة القدم وغيرها. ما طوروش قوة ناعمة بمعنى وسائل غير عسكرية تمكن هذه الدولة أنها يكون إسهامها المحلي في عموم الإسهام العالمي، الإسهام الثقافي حاضر بما يعطيها قيمة وتقدر أنها تنازع وتقدر تدافع عن نفسها. الشيء بس اللي قاله محمد وشناف حكى على التمويل الخارجي. أنا شخصياً شو مشكلتي مع التمويل الخارجي؟ أنا نقول أن لازم مصادر التمويل تكون متعددة بحيث يكفل للمجتمع المدني أن ما تصدرش على جهة معينة. أنا مشكلتي تحديداً في التمويل الخارجي أنه هو غير ندي. فلما تكون في مؤسسة تحاول أنها توجه المجتمع معين من خلال أنها هي تحتكر مصادر الإنفاق على أنشطة معينة، فهي بالحقيقة تقدر توجهها أمتى ما تبي. غير أن مسألة أن ممكن التجربة الفلسطينية كانت تجربة قاسية جدا، أن لإشكالات كثيرة وإشكالات بيروقراطية ما يقدروش أنهم هم يجيبوا مصادر تمويل بديلة عن مصادر تمويل الاتحاد الأوروبي. وفي لحظة ما من دون سابق انذار الاتحاد الأوروبي تدخل في أمور مفصلية في التوجهات الفلسطينية وأوقف عليهم الدعم ولا أعطاهم إملاءات معينة يتم شوكي أن أوقف عليهم الدعم، وصار في انهيار نعتبر انهيار تاريخي في مؤسسات الثقافية الفلسطينية. فنحن المفروض أن ننتبه لهذه المسألة. في أيضا سؤال كريم العوامي حكى عن التعبير الثقافي. شو نقصد بالتعبير الثقافي؟ أنا حكيتها في سياق يعني الدولة لما تبي تنفق على الثقافة تنفق واحدة من ثلاث مقاربات، يا أما مقاربة اقتصادية باعتبار أن الاقتصاد الإبداعي مصدر من مصادر الرفاه للمجتمع أو لقوة الدولة الاقتصادية، أو المقاربة أمنية اللي هي مرتكز الأمن الثقافي، أو المقاربة حقوقية ترى بأن الانخراط في الحياة الثقافية هو حق إنساني مش ممكن فصله عن الحقوق الإنسانية الأخرى. هذا الحق الإنساني طبعا حقوق كثيرة لكن يمكن أشرفتها في ثلاث مستويات. مستوى حق الأفراد في الوصول الثقافي، لكل إنسان عنده حق إنساني في أنه هو يوصل بسهولة ويسر لمصادر يعني الخدمات الثقافية والسلع الثقافية، مكتبات، معارض، متاحف، مسارح إلى آخره. الحق الثاني هو حق التعبير الثقافي بمعنى أن الدولة يجب أن تكفل بالقانون لكل فرد عنده حق أنه هو يعبر بما يكفل التواصل المعنوي وما يكفل التنمية الاقتصادية، لأن حق التعبير يعني أننا ممكن نشتغل عن طريق الفنون نعبر عن هويتي، والهوية تشمل أشياء كثيرة جدا من جوا مش هنخش في تفصيلا لأن هي ما زالت قضية إشكالية. لكن بما فيهم مثلا حق تسمية الأبناء باسم يحمل ثقافة العائلة مثلا، هي هذه فكرة التعبير. الحق الآخر هو حق الإشراك، أن برضو الأفراد عندهم الحق في أنهم يكون عندهم صوت عشان تأخذوا حاجاتهم بعين الاعتبار. إن شاء الله تم أخذها بعين الاعتبار حتى تكون في دراسات لاحقة أكثر تفصيلا في التعامل في الموضوع. شكرا للإضافات بتاعكم. برد بس على السيد وشناف حول موضوع الأرشفة والتنوع، كيف ممكن الرقمنة تحفظ التنوع الثقافي في ليبيا؟ وهو ركز على النقطة بتاعت ان ما عندناش تقدر تقول متحف يجسد جميع الهوية الليبية وتاريخ او معارض يحكي على التاريخ الليبي بصفة عامة وجميع الاعراق اللي فيه. هي ميزة الرقمنة دارت حاجة في البشرية وعطت القوة للافراد. فعندك ممكن تمشي في اتجاهين، اما الافراد اللي هم الاقليات هذوما ياخذوا المسؤوليه تجاه نفسهم ويوثقوا تاريخهم وثقافتهم باستخدام الادوات الرقميه غير الرسميه وغير الحكوميه، وما يراجعش الحكومه انها تبني لهم داتابيس وتحافظ لهم على
تاريخهم، يقدروا يستخدموا آليات أخرى أو يديروا اتفاق مع الحكومة ويوصلوا صوتهم ويفرضوا عليها أن توفر الخدمات الرقمية لتتيح لهم الآلية اللي يوثقوا بها الثقافة بتاعهم الرقمية. الآن عندنا أيضا حقيقة مشاركة جميلة اسمها في وقت هجت، اللي هي الطعام والهوية الثقافية. اوكي، حيقدمها لنا الأستاذ أسامة الطشاني، يجهز فينا لما بعد هذه المشاركة. تفضل أستاذ أسامة. نعم، الموضوع تاع اليوم اللي هو طرق الطعام في مجتمعات الشرق ليبيا. طرق الطعام مش معناها كيف تطبخ، طرق الطعام اللي هي يعني الأكلات والعادات الغذائية، كيف تتحرك من مكان لمكان، كيف هي تقعد في مكان معين وتعبر على مجموعة ثقافية. البحث هذا مدعوم من مناظرة أكاديمية بريطانية وفي جمعية اسمها جمعية الدراسات الليبية في كامبريدج، جمعية معروفة وتصدر في مجلة لا تنعكوا عليها. المهم اللي شاركت معايا في البحث أستاذة ماريا ماينر، اشتغلنا بعضنا على العادات الغذائية للمجموعات العرقية اللي في بريطانيا. يعني انت لما تجي مثلا من مكانك انت وتجي لدولة أخرى ممكن ما تلقاش اللي تنبيه